قبل اكمل 11 سنه على ما اعتقد فئه براعم، كان مرسوم ان جاسم الماس راح يدخل لعبه العاب القوه لا محاله. يعني مو انا اللي اخترت اللعبه، هي اللي اختارتني. للحين ما زلت اقول اني اقدر ان شاء الله باذن الله اني استمر في العاب القوه، استمر في سباق 400 متر حواجز، وما زلت اعطي للحين ولله الحمد. اخر بطوله انا المركز الاول، بطوله قبلها انا المركز الاول على بطوله المحليه، بطوله الكويت. طبعا وايد معسكرات طلعنا مع المنتخب، طلعنا مع النادي بالبدايه، طبعا معسكراتنا يعني خلينا نقول من اسبوعين الى 30 يوم مع المنتخب. وايد معسكرات مهمه، لكل معسكر مهمه معينه، اللي هي مثلا انا طلعت معسكر الشهر هذا او السنه هذه طلعت معسكرين للبطوله الفلانيه، فكل معسكر كان مهم بالنسبه لي. ما عندي ولا معسكر انه كان مثلا كاعداد عام فقط وماكو شيء، ولا لا كل معسكر اطلع له يكون في لهدف معين وتتعب عليه عشان تحقق الهدف اللي تبيه. والله ما اهم معسكر يعني تقدر تقول يمكن المعسكر اللي كان في المانيا مع المدرب فلاديمير، مدرب منتخب الكويت. كان هدفه اني اركض رقم شخصي جديد، لانه كان مر علي فتره تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات ما اركض رقم شخصي جديد. فبالنسبه لنا هذه كلاعبين العاب قوه شيء متعب، 4 سنوات 5 سنوات ما في رقم جديد شيء وايد متعب. فكان المعسكر هذا من اهم المعسكرات ان انا اكسر رقمي، كان في المانيا. والحمد لله بعد لعبت 3 بطولات أو 4 بطولات، والحمد لله من كل بطولة قاعد أركض رقم شخصي جديد. آخر بطولة شاركت فيها بطولة الخليج 2017، خذيت فيها المركز الثالث. وبعدها الألعاب الخليجية اللي هي الشهر اللي طاف، بس سبحان الله حاشتني إصابة في وتر الأكيلس. فمن قبل السباق أنا حاشتني الإصابة، فكنت ما أقدر أني أدي اللي علي يعني على أكمل وجه على قولتهم. فكنت متردد هل أشارك ولا ما أشارك. والله كان الدكتور يقول لي لا تشارك، يعني الإصابة كانت وايد صعبة، لكن أنا صريت أني أبنزل الملعب، أبي أشارك، أبي يمكن تطق الطلقة. في مرات سبحان الله لما تطق الطلقة أو يبدأ السباق تنسى العوار، تروح خلاص، بس تدش مرحلة القتال، خلاص تبي تقاتل على المركز الأول. لكن سبحان الله ونزلت الملعب وحاولت وطقت الطلقة، بس ما مع كل خطوة كان الألم يزيد، فاضطريت أني أستبعد من السباق، وإن شاء الله الأيات نرجع بقوة بإذن الله. والله الإصابات يعني بالمسيرة الرياضية كلها يعني كثيرة، وايد إصابات، خاصة إحنا لاعبين ألعاب القوة، لاعبين السرعات بالذات. إذا كنت مو مسخن عدل، إذا كنت مو مجهز نفسك عدل، إذا كان مودك مو أوكي بالتمرين، بالك مشغول، عادي تحوشك إصابة، لأنه والله مخك مو مع التمرين ولا ما، ومع تمارين السرعة وقلة الاسترتشات مثلاً مرات تهمل، فتحوشك إصابات كثيرة، وايد إصابات حشتني في العضلة الخلفية. والحمد لله عرفنا طريقة العلاج، يعني ومرة عالجتني بالإعداد الغادة عندنا هني، مرة عالجت عندنا في الاتحاد الكويتي العاب القوة، عندنا دكاترة وعالجنا عندهم والحمد لله. واخر اصابة اللي هي اصابة الوتر الاكيلس عالجتها في الدولة الشقيقة قطر في مستشفى سبتار، ولله الحمد ان شاء الله راجعين القوة باذن الله. اول بطولة عالم شاركت فيها على قولتهم كانت بطولة العالم للصغار فئة الاشبال فنلندا، شاركت فيها هذه. أذكر البطولة أول مرة أشارك بطولة دولية، وكان يقولوا لنا أنها هي بطولة العالم للصغار وشيء وايد كبير بالنسبة لنا، وأساساً صغير في فئة الأشبال. فأذكر والله قبل لا أروح للمطار، قبل لا أروح كانت البطولة في فنلندا، أذكر الوالد الله يطول بعمره قال لي شوف جاسم تروح ترجع لي ميدالية، إذا بدون ميدالية لا ترجع لي. فأنت صغير فتوصل هناك الحماس واصل حده، يعني تنطر الطلقة بس تبي تنطلق. والله الحمد رحت شاركت فيها سباق 300 متر فلات، وشاركت فيها سباق 300 متر حواجز، والحمد لله حققت ذهبيتين في اللعبتين. هذه بطولة العالم للأشبال، وبعدها كان في بطولة العالم للناشئين في المغرب، وأنا كنت شبل، ما زلت شبل
بس حققت الرقم المطلوب في بطولة للناشئين في لبطولة العالم. ففي زمن معين إذا اللاعب سواه يروح يشارك بطولة العالم للناشئين. أنا سويته وأنا شبل، فرحت بطولة العالم وأنا صغير أساساً، أنا شبل رايح مع الكبار. فالحمد لله شاركنا فيها، كانت منها فائدة كبيرة حق البطولات الجاية اللي بعدها، وبعدها بطولة الشباب، بطولة العالم للشباب كانت في بولندا. كان الهدف الأول والأخير طبعاً لكل لاعب من منتخب الكويت إنه يتأهل لبطولة العالم فقط، اللي هو تسوي الزمن الفلاني. في كل لعبة لها زمن معين، إذا سويت الزمن المطلوب تروح تشارك في بطولة العالم، مجرد مشاركة. فكان هذا هدف منتخب الكويت كله، لاعبين منتخب الكويت. الحمد لله حققت الزمن المطلوب، رحنا أنا وأخوي فهد محمد سعد والبطل عبد العزيز المنديل في سباق 110 حواجز، إحنا الثلاثة اللي كنا متأهلين في بطولة العالم فقط. فالحمد لله رحت وشاركت في التصفيات، تغير الهدف، الهدف إنك تروح البطولة فقط. وصلنا البطولة، الحين الهدف صار تلعب التصفيات، الهدف تبي تتأهل قبل النهائي. والحمد لله لعبت التصفيات وتأهلت قبل النهائي ولعبت قبل النهائي، لكن كان فارق بسيط بيني وبين اللاعب ترنيدادي إذا ما خاب ظني، تأهل هو للنهائي وأنا ما تأهلت، لكن الحمد لله يعني كان إنجاز كبير بالنسبة لي. سباق 400 متر فلات، هي 400 متر بدون حواجز، اللي هي نسميها فلات اللي هي بدون حواجز، وسباق 400 متر حواجز نفس المسافة، لكن نفس المسافة اللي هي لفة في المضمار بس مع 10 حواجز، وجود 10 حواجز في ال 400 متر حواجز. فأنا ألعب هذه وألعب هذه، لكن لعبتي الأساسية سباق 400 متر حواجز. أنا حاليا أعاني من إصابة، وإن شاء الله بإذن الله بعالج الإصابة وبرجع بقوة بإذن الله. بعد ما أرجع إن شاء الله وأرجع للتمرين بإذن الله أقدر أحدد شنو البطولة اللي أقدر أشارك فيها، أول بطولة إن شاء الله بإذن الله. لكن الحين عندنا بطولة أسياد في شهر 9 أو 10 الجاي بإذن الله، فإن شاء الله نلحق عليها بإذن الله. أنا بالنسبة لي حاليا أشوف نفسي قدام إن شاء الله بإذن الله، بعد ما أكون لاعب راح أكون بإذن الله مدرب في أحد الأندية الكويتية بإذن الله، ولأن أنا حاليا عندي دورة مدربين، وأنا حاليا ماسك فريق الحرس الوطني لبطولة الوزارات، فريق ألعاب القوة، والحمد لله عندي إنجازات معاهم، كلها مراكز أولى آخر 5 سنوات أو 6 سنوات، كلها ماخذين المركز الأول. فإن شاء الله بإذن الله نترجم الرياضة كلاعب، نترجمها كمدرب على اللاعبين إن شاء الله بإذن الله، وتنجز مع اللاعبين يا رب. سباق 400 متر حواجز يعني شيء وايد كبير بالنسبة لي، شيء وايد أنا أحب أقضي وقتي فيه، سواء بالتمرين أو البطولات. مثل ما انت شايف ألعاب القوة خلاص هي تتمكن منك، لأن بطولة لعبة يعني منافسة بحتة، مو نفس مثلا خلينا نقول الألعاب الجماعية ممكن ما يحس فيها اللاعب بشكل مباشر إنه منافسة. أما ألعاب القوة لا، سباق مسافة معينة يوصل قبلك فاز عليك، ما في مجال. فالمنافسة من الطق الطلقة إلى نهاية السباق وأنت بمنافسة، فاللعبة تتمكن منك. فأنت لما تقول لي سباق 100 متر حواجز على طول أنا المنافسة تشتغل عندي.